أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حوار سياسي. حلقة اليوم أول حلقة نقوم بها في عام 2018، هذا العام الذي دخلناه منذ أيام، عام جديد كنا نأمل أن يكون عاما ندخله بفرح متخلصين من كل مشاكل العراق التي أتت مع دبابة الاحتلال الأمريكية. الآن نصل إلى نقطة لم يسلط عليها الضوء خلال السنوات 15 أو 14 الماضية، وهي قضية حرية التعبير في العراق وحماية الصحفيين العراقيين. هذه الطبقة التي تعمل من أجل إيصال الحقيقة للناس، لكن يبدو أن الحكومات التي أتت لحكم العراق والتي عينت من قبل سلطات الاحتلال لا ترغب في افتضاح أمرها، ولذلك تفعل كل ما في وسعها من أجل تكميم تلك الأفواه. وقبل أن ندخل في تفاصيل لقائنا هذا، لنتابع معا التقرير التالي. يرحل العام 2017 ويأتي عام آخر علّه يكون أفضل على الصحفيين العراقيين والعاملين في المجال الإعلامي. يعيش الصحفي العراقي واقعاً صعباً، فممارسة شغفه في البحث عن المعلومة ومحاسبة المسؤول عن الفساد قد تكلفه حياته في معظم الأحيان، فلا قوانين ضابطة تحميه من تهديدات النافذين في الدولة، فضلاً عن رفض أصحاب القرار مقابلة الصحفيين في قضايا تتعلق بالفساد وسرقة المال العام، وقد تصل أحياناً حد أن يتهم المسؤول الصحفي بإعاقة تطور العملية السياسية وتخريب النسيج الاجتماعي للبلاد. تحقيق استقصائي لكشف ملفات الفساد ستوجه له الكثير من أصابع الاتهام بأنه ضد العملية السياسية وضد نسيج المجتمع العراقي وضد اللحمة الوطنية، ولا أدري ما علاقة اللحمة الوطنية بملفات فساد وسرقة وهدر بالمال العام. يرى الصحفيون أن الإعلام في البلاد حتى اليوم لم يصل إلى الحد الأدنى من الحرية والشفافية، فجميع المؤسسات والصحف تتبع لمرجعيات وانتماءات سياسية تروج لأفكار وبرامج تخدم كل جهة بما يحقق مصالحها وأهدافها. مؤسسة إعلامية اليوم هي تمثل المرجعيات مالتها، فيعني أنت محدد ضمن المؤسسة اللي تعمل بيها أنت وتوجهاتها. يعني لحد الآن ما امتلكنا إعلام حر مستقل. رغم تشريع قانون حقوق الصحفيين، إلا أن ذلك لم يحد من الاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون من مختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية. بحسب الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، تعرض 200 صحفي للانتهاكات طيلة العام الجاري بمجرد أن ينتقد الصحفي سياسة أو عمل شخصية نافذة أو عشائرية. الأحزاب التي لا تستطيع أن تتفهم العمل الصحفي والحرية الصحفية سينعكس على الخطر على حياة الصحفي. ربما أنا اليوم أنتقد شخصية معينة، ولكن أتفاجأ أن هذه الشخصية تنتمي إلى الكتلة الفلانية أو الحزب الفلاني، وهذا ما سيعرض حياة الصحفي إلى الخطر. لا يستبشر الصحفيون في أرض الرافدين بقادم أفضل إن لم يتم تفعيل القوانين التي تؤمن حمايتهم. فبحسب منظمة مراسلون بلا حدود، ما زال العراق يصنف واحداً من أخطر البلدان على الصحفيين أمنياً وسياسياً. أهلاً بكم من جديد مشاهدينا الكرام. في البدء دعوني أرحب بضيفي معي داخل الأستوديو، الكاتب والمحلل السياسي الدكتور جاسم الشمري. أهلاً ومرحباً بك، حياك الله. وأيضاً معنا عبر الهاتف من عمان الإعلامي والتربوي العراقي الأستاذ عبد الرحيم هويدي. أهلاً ومرحباً بك أستاذ. أهلاً بحضرتك أستاذ أفل، ومرحباً بالمشاهدين الكرام، حياك الله. دكتور جاسم أبدأ معك. اليوم دخلنا عام 2018، هذا العام يبدو فيه الكثير من المعطيات التي لا تبشر بخير، كيف تقرأون الأحداث؟ نعم، تحية لك ولمتابعي قناة رافدين وللأخ عبد الرحيم. نحن اليوم على اعتاب عام جديد، بدأنا هذا العام وكنا نأمل كما تفضلت أن يكون عاما مختلفا عن بقية الأعوام. نعم. هذا العام فيه الكثير من الأحداث، هنالك الانتخابات المرتقبة في الشهر الخامس، هنالك برلمان جديد، هنالك حكومة جديدة، هنالك رئيس جديد للعراق. نعم. وبالتالي هذه يعني هذه الجهات هي كبيرة جدا ومؤثرة فعلا على المشهد العراقي. قبل قليل يعني وردني خبر من داخل
البرلمان أن هنالك ربما تأجيل للانتخابات. هنالك عقد اجتماع في القاعة الدستورية. نعم. وسيكون هنالك يوم غدا دعوة واستضافة لمفوضية الانتخابات. ولن تطرق الموازنة في اجتماع يوم غدا لمجلس النواب. ذلك من أجل عدم تمرير الانتخابات. معلوم أن الانتخابات لا يمكن أن تتم دون الموافقة على الموازنة. وأيضا لأن الموازنة لم تذكر أرقاما مقبولة لعودة يعني لأهالي المناطق المنكوبة. وبالتالي العملية ربما هنالك احتمالية واردة لتأجيل الانتخابات. لكن إن لم تؤجل الانتخابات فأعتقد أن العملية سائرة باتجاه تشكيل اصطفافات جديدة في المشهد العراقي. ربما هنالك كلام عن احتمالية إعلان العبادي لحزب جديد في الفترة القادمة. وهذا الأمر أنا حقيقة استبعده كثيرا. لا أتوقع أن العبادي سيخرج من عباءة حزب الدعوة. وبالتالي أعتقد أن حزب الدعوة سيلعب لعبة جديدة ربما يعني تشظي الأطراف المتفقة معه لتحصيل أكبر عدد ممكن من الأصوات، كما فعل بقية الكتل السنية والشيعية والكردية من أجل تغيير وجوه للحصول على نتائج متوائمة مع هذه الكيانات الكبيرة. أعتقد أن المرحلة القادمة مرحلة ليست سهلة. ربما سنكون أمام حكومة طائفية جديدة لمدة 4 سنوات أخرى. وربما سنكون أمام حكومة مقبولة بعض الشيء ل4 سنوات. وبالتالي حتى اللحظة لا توجد بوادر ومؤشرات لعملية انتخابية ديمقراطية حقيقية في العراق. وهذا سوف لن ينتج حكومة وطنية مقبولة من الجميع. أعتقد أن العراق مقبل على 4 سنوات جديدة من هذه التعقيدات الطائفية والاجتماعية والسياسية. نعم. أستاذ عبد الرحيم، اليوم دخلنا عاما جديدا، هذا العام نتمنى أن يكون خير، هل تعتقدون أن العراق تغير فيه شيء؟ أحييك أخي الأستاذ أفل، وأحيي قناتكم الكريمة، وأحيي المشاهدين الكرام، وتحية المحبة والاحترام لضيفكم الكريم الدكتور جاسم الشمري. وأبارك لكم جميعا حلول العام الجديد، جعله الله عام يمن وبركة وخلاص من الطغاة والظالمين. وجوابا عن سؤالك الكريم أقول لحد اللحظة لا تغيير، لكنني واثق أن التغيير لابد قادم. فقد بدأ تململ العراقيين من سوء الأوضاع، بل حتى الذين كانوا مخدوعين بطروحات الحكومة الطائفية بدأوا يصحون ويرون مدى سوء الحال وانتكاس المآل الذي وصلت إليه البلاد تحت حكم الجلاد وتسلط هذه العصابة الإجرامية الظلامية التي سرقت خيرات البلد ونهبت مقدراته وجعلت شعبه الذي ضحى البعض منه، إن لم أقل الكثير منه، الضحى بالكثير من أبنائه بأرواحهم من أجل تثبيت أركانها التي كادت تتهاوى تحت غربات المنتفضين عام 2014 وما قبلها، لكنها خدعتهم بحجة كاذبة زائفة هي مقاومة داعش والإرهاب. وهذه الحجة انكشفت وانفضحت لكل العالم. فداعش والإرهاب أثبتت الوقائع والأيام أن الحكومة هي من خلقتها وهي من قوتها وسلحتها لتخدع الشعب بها، ونجحت في ذلك للأسف. لكن حبل الكذب قصير، وها هي الخفايا تتضح والأسرار تنفضح. ولم يبقى مخدوع بدعاواها إلا مغيبي العقل والضمير والمنتفعين. التغيير يا سيدي قادم، وما يجري الآن من ثورة للجياع عارمة في إيران لابد ستكون لها تداعياتها الإيجابية على المنطقة. فانهيار نظام الملالي الظلام المتخلف سينتج عنه بالتأكيد
فقدان مخالب الميليشيات الطائفية المجرمة في العراق وسوريا واليمن ولبنان والتي عاثت في الأرض فسادا، بل سينتهي دورها تماما بعد ذهاب سيدها. نعم. وداعميها وحاميها. نعم. دكتور جاسم، بموضوع حلقتنا اليوم قبل أن ندخل في حرية التعبير والانتهاكات بحق الصحفيين، نريد أن نعلم أهمية الإعلام والصحافة للعراق والعراقيين، ما هي؟ هو بعموم العالم وليس في العراق، الإعلام هو العين الراصدة أو العين المراقبة لأداء الحكومة أو للحالات السلبية ولدعم الحالات الإيجابية في المجتمع. نعم. وعليه يمكن أن نقول أن الإعلام ليس وظيفة. من الكوارث التي حلت أن الإعلام أصبح وظيفة، الإعلام قضية، الإعلام رسالة. هنالك يعني مهن أو رسالات كالإمام والخطيب والعالم والإعلامي والمدرس، هؤلاء ليسوا موظفين، هؤلاء أصحاب قضية. نعم. ومنهم الإعلاميون والطبيب كذلك والإعلاميين، وبالتالي هؤلاء يمتلكون قضية. حتى لو تقاضوا رواتب على هذه المهن، يفترض أن تبقى هذه النظرة في دواخلهم على أنهم ليسوا موظفين. نعم. بالتالي الإعلامي هو صاحب قضية، ينبغي أن يكون متجرد من كل الانتماءات، ينبغي أن يكون له نظرة موضوعية فيما يجري حوله. اليوم حينما نعود إلى المشهد الإعلامي العراقي، يمكن تقسيم الإعلام في العراق إلى صنفين. الصنف الأول هو الصنف الموالي للحكومة. نعم. والصنف الآخر هو الصنف المعارض للحكومة. نعم. الصنف الموالي للحكومة مع الأسف الشديد هؤلاء هم في القائمة الخضراء، والصنف الذي لا يتفق ولا يطبل الحكومة هم في القائمة السوداء. نعم. وبالتالي نحن أمام ديمقراطية دكتاتورية. كل من لا يطبل للحكومة هو من الإعلاميين في القائمة السوداء، وكل من يطبل للحكومة هو من الإعلاميين في القائمة الخضراء. على سبيل المثال، لو نتابع بعض الإعلاميين المدعومين من قبل الحكومة، حينما تتابع بعض تغريداته على التويتر أو بعض كتاباته على الفيسبوك، تجد أنه يكتب عبارة من 10 كلمات تجد فيها 5 أخطاء لغوية ونحوية، وهذا الأمر حقيقة شيء مخجل. حينما إعلامي مدعوم من الدولة وفي وزارة الثقافة وفي يعني يظهر كمحلل في إذاعات كبيرة في العراق، ولا يستطيع أن يكتب 5 كلمات دون أن يخطأ بهذه الكلمات إملائيا أو نحويا. إذن القضية هنالك اليوم اصطفاف إعلامي مدعوم من قبل حكومة، وهؤلاء ربما يمكن أن نقول عنهم هؤلاء هم مزكون من قبل الحكومة، وكل من لا يصفق للحكومة مع الأسف ربما يعد من يعني في خانة الإرهابيين في الحكومة. وبدليل أنه قبل أيام أحد الإعلاميين القدماء في العراق حاول الحصول على كتاب تأييد من نقابة الصحفيين العراقيين على أنه إعلامي، ولم توافق نقابة الصحفيين العراقيين على تزويده بهذا الكتاب لأنه ليس من المطبلين للحكومة. وهذا الأمر حقيقة مخجل. هم يناقضون أنفسهم بأنفسهم، هم يقولون نحن دولة ديمقراطية، وبالتالي يفترض بهم حتى لو كانوا لا يتفقون مع هذا الإعلامي، يفترض بهم أن يعطوه هوية نقابة الصحفيين على اعتبار أنهم دولة يعني ديمقراطية، وبالتالي هنالك تناقضات في المشهد العراقي. نعم. وهذا الأمر حقيقة ينسحب على كافة المشهد العراقي السياسي والاجتماعي والاقتصادي. معلوم أن التناقضات موجودة، وحقيقة مخجل أن تصل التناقضات إلى إعلام. وهذا الأمر نرى اليوم كثيرا من المناحرات في القنوات الفضائية، إعلامي يهدد بعرض كاسيت يعني. نعم. مخجل لبعض السياسيين، وإعلامي يهدد بأوراق. هذا الإعلام ليس إعلاما هادفا. الإعلام الهادف هو الذي عنده قضية. نعم. ليس هنالك مسألة تسقيط فردي. نحن حتى وان اختلفنا مع الحكومة ليس من الرجولة أنك تذهب
تشويه سمعة عائلة سين من السياسيين، لأن هذا أمر لا يليق بالرجولة، لا يليق بالمروءة. يفترض أن تكون تسقيطك لهؤلاء عبر الأخطاء السياسية والتناقضات في الخطاب. أما الذهاب إلى قضايا شخصية فأعتقد أن هذا الأمر يؤكد أن هنالك سقوط حقيقي في الإعلام، وهذا لا يليق بالإعلام العراقي، على اعتبار أنه من يعني معلوم أن الإعلام العراقي إعلام عريق، وبالتالي هؤلاء ربما شوهوا أو يحاولون أن يشوهوا سمعة الإعلام العراقي. حضرتك ذكرت آفة في ما يخص الإعلام في القرن 21 خصوصا في العراق، وهي اللغة العربية وكتابة الخبر بالطريقة النحوية الصحيحة. هنالك الكثير من الإعلاميين مع الأسف اليوم في العراق لا يستحق أن يسموا بهذا المسمى، وكل من خرج على شاشة التلفاز أصبح إعلامي، ولدينا الكثير من الإعلاميين. أما نقابة الصحفيين العراقيين حدث ولا حرج من مشاكلها مع الصحفيين. أستاذ عبد الرحيم، يعني برأيكم من الذي يساهم في ازدهار قطاع الصحافة والإعلام في الدول؟ الكل يساهم في ذلك يا سيدي الكريم، والدولة تساهم في ازدهار قطاع الصحافة والإعلام من خلال توفيرها الحرية الكاملة للصحفيين والإعلاميين في نقل حقيقة الحدث دون تشويه وإبداء الرأي دون تخويف، وعليها توفير الحصانة والأمن للعاملين بهذا القطاع ليؤدوا رسالتهم الإعلامية بكل حرية وأمان، وعليها منع التجاوزات والانتهاكات التي تطالهم من أجهزة الدولة القمعية بحجة فرض الأمن ومحاربة الإرهاب والخارجين عن القانون. والإعلامي نفسه له دور كبير كذلك في ازدهار قطاع الإعلام من خلال نقله للحقائق مجردة دون تعصب أو تحزب أو توميه أو تزييف، ومن خلال انحيازه الكامل للحق والعدل والصدق واصطفافه مع المظلومين، لا مدح الظالمين وتلميع صورتهم وطمس مساوئهم. والمواطن كذلك له دور في ازدهار الصحافة والإعلام من خلال تأييد ومعازرة الإعلاميين الصادقين المناضلين، وابتعاده عن النفخ بصورة الإعلاميين الانتهازيين الفاشلين والطارئين على المهنة والمنتفعين من عطايا وهبات السلطة والمتشبثين بأهدابها بحثا عن بريق شهرة ورزمة دولارات وبعض سطوة. دكتور جاسم، اليوم القضية الأخرى المهمة في العراق هي إهمال حكومة بغداد لهذا القطاع. هنالك إهمال متعمد من الحكومة لقضية الصحافة، لقضية الإعلام. هنالك طمس لحرية التعبير في العراق. لماذا؟ لا يوجد هنالك يعني بهذا المعنى أن نقول هنالك إهمال، لكن يمكن أن نقول هنالك إخفاء للجانب الذي لا يتفق مع الحكومة. حينما نعود مثلا إلى هيئة الإعلام والاتصالات العراقية التي يفترض بموجب الدستور العراقي أنها هيئة مستقلة، هنالك هيئات مستقلة في العراق من ضمنها الإعلام. لو عدنا مثلا إلى فضائية عراقية، اليوم هي ليست فضائية كل العراقيين، وإنما هي فضائية الحكومة، والحكومة معلوم أنها تمثل من؟ الحكومة لا تمثل كل العراقيين، وإنما تمثل أحد أطراف الفاعلة في المشهد السياسي العراقي. إذن هنالك كما تحدثنا في البداية تناقض لسياسة التعامل مع الإعلام. هم يقولون هي هيئة مستقلة، والواقع أن كل من جاءوا وترأسوا هذه الهيئة هم تابعون لأحزاب متنفذة في المشهد العراقي. أين الاستقلالية؟ هذا هو التناقض الموجود في المشهد العراقي اليوم. قناة عراقية، القنوات الأخرى المدعومة من قبل الحكومة هي مزدهرة، وهنالك دعم كبير من قبل الحكومة لها، لكن بالمقابل نقول أين هو تواجد القنوات الأخرى المعارضة للحكومة في المشهد العراقي اليوم؟ غالبية هذه القنوات والصحافة والإذاعات غير المتفقة أو غير المطبلة للحكومة لا يوجد لها يعني مراسلون في العراق، وبالتالي هم مطاردون، وربما هم يعني متهمون بالمادة 4 إرهاب. هذا الأمر هو الذي ينبغي التركيز عليه.
التركيز على المزاجية الحكومية في التعامل مع الديمقراطية. هم يصنفون من يشاءون بأنه من حقه أن يتكلم، وفي ذات الوقت يصنفون الطرف الآخر ينبغي عليه أن يصمت. هذا هو التناقض في أسلوب الديمقراطية، وإلا فإن الديمقراطية هي أن تقول الحقيقة وتنقل الحقيقة دون خوف من الحكومة. اليوم لا يوجد هنالك روح للحرية ولا سماء للحرية في العراق. أنت تشعر بأنك مكبل، وبالتالي هذا الخوف، هذا الرعب هو الذي سيجعل إعلامي غير قادر على نقل حقيقة، غير قادر على كشف الفاسدين، غير قادر على ملاحقة المجرمين. وبالتالي حينما قرأنا مثلا في الصحافة، يعني على سبيل المثال الفرنسية، حينما يقول توجد جريمة في مكان ما ادخل إعلامي، يوجد حريق في مكان ما ادخل إعلامي، في أي قضية من قضايا البلد في فرنسا الإعلامي أو الصحفي هو الذي ينقل لك الحقيقة دون رتوش. أما أن تكبل إعلامي أو صحفي ثم بعد ذلك تتحدث عن ديمقراطية وحرية، فمعلوم أن هذا الأمر فيه يعني خداع للجماهير. وأعتقد أن هذا الأمر بات واضحا لكل عراقي. أستاذ عبد الرحيم، اليوم في العراق هنالك الكثير من محابي السلطة، ابتداء من نقيب الصحفيين إلى أصغر الصحفي، علما أن فيهم الحر وفيهم التابع. لماذا انتشرت هذه الآفة في العراق وانتهت قضية السلطة الرابعة، هذه السلطة التي أعطيت إلى الصحافة كونها تستطيع الدخول والخروج إلى أي مكان، كونها تستطيع معرفة كل شيء، كونها تستطيع نقل كل شيء، لكن لا يوجد شيء اسمه سلطة رابعة في العراق؟ محاباة السلطة موجودة منذ أمد بعيد. يقوم بها الطامعون بالمال والطامحون للشهرة والعاشقون صعود الحال. لكن السلطة أنواع يا سيدي الكريم. هناك السلطة الحازمة العادلة التي تستحق الوقوف معها وإظهار منجزاتها وإيجابياتها وتسليط الضوء على أخطائها وسلبياتها كي تتلافاها وتتجاوزها، لكن دون تهويل ولا تضخيم. وهناك السلطة الغاشمة الظالمة والتي يجب مقاومتها وكشف إجرامها وفضح ممارساتها القمعية ضد الشعب، لكن دون تزييف ولا نشر أخبار كاذبة عن أخطائها، لأن هذا سيصب في مصلحة السلطة الغاشمة أخيرا، لأن الحقائق لابد أن تظهر والأكاذيب لابد أن تنفضح، وستبدو صورة السلطة الظالمة للمتابعين والعالم على أنها مظلومة ومتهمة ظلما وعدوانا من المعارضين لها. أي لابد من تحري الدقة والحيادية في نقل أخبار السلطة وعدم الطعن بها بما ليس فيها. والمحابون للسلطة عندنا بالعراق معروف حجمهم ومستوى علمهم الضحل ومعرفتهم السطحية وانعدام إبداعهم وباعهم الإعلامي القصير. هؤلاء طارئون على المهنة ومتعلقون على جذع شجرة خاوي حمله السيل، خانوا ضمائرهم وطعنوا شرف المهنة وحابوا السلطة ومدحوا عواءها وجملوا خواءها. تراهم يقفون بالند ضد كل زملائهم الصحفيين والإعلاميين الأحرار المناهضين للظلم والاستبداد. وعودة على ما لمح له زميل الدكتور الشمري، هل تصدق يا سيدي أن نقابة الصحفيين العراقيين ونقيبها العام يرفضون تزويد كاتب وصحفي وإعلامي عراقي معروف ببطنيته وإبداعه وخدمته الطويلة بالصحافة، يرفضون تزويده بكتاب تأييد يؤيد انتماءه للنقابة، يرفضون إعطائه شهادة خبرة رغم عمله في الصحافة لمدة تزيد على 40 عاما بسبب اختلاف منهجه معهم، منهجه السياسي والفكري طبعا، وهو الكاتب العراقي والصحفي الكبير سلام الشماع. هكذا نقابة ماذا ترجو منها من وقفات تقفها مع بلدها المحتل من أمريكا والأنكى أنه محتل من إيران؟ مشاهدينا الكرام، برنامج حوار سياسي مستمر معكم، وفيه فاصل قصير ومن ثم نعود.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أبدأ معك دكتور جاسم. دكتور جاسم، مبدأ السلطة الرابعة أعطيت إلى الصحافة والإعلام بصفة خاصة، أصبح سلطتان إضافة إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية والسلطة القضائية. هل تعتقدون أن اليوم في العراق قطاع الإعلام والصحافة يتمتع بهذه الصفة؟ هل هو سلطة فعلا يستطيع الدخول إلى أي مكان والتحقيق مع كائن من كان والنشر كل ما يصل إليه؟ هناك ثلاث سلطات في كل دولة من دول العالم، نعم، التشريعية والتنفيذية والقضائية. نعم. السلطة الرابعة أعطيت للإعلام احتراما له ولدوره الكبير في تثبيت القيم ومبدأ حرية التعبير و يعني ملاحقة الفساد والخراب. في حالة مثل حالة العراق يفترض أن يكون الإعلام هو السلطة الأولى، لأن هنالك خرابا تاما في أغلب الدوائر الدولة، وبالتالي هذا الإعلام لو أعطي المرتبة الأولى لاستطاع أن يحقق الكثير. حينما يجد المسؤول أن هنالك من يتابع هذا العمل أو أداؤه في الوزارة أو في الدائرة الفلانية، سيسعى هذا المسؤول من أجل أن يتم الواجب على أتم وجه. وبالتالي يفترض في حالة مثل حالة العراق أن يعطى الإعلام أهمية أكبر من كونه السلطة الرابعة، يفترض أن يكون السلطة الأولى ثم بعد ذلك السلطات البقية. وهذا لا يعني أننا يعني نغير سلم السلطات، ولكن أعطاء أهمية أكبر للإعلام. اليوم الدولة تعطي أهمية للإعلام، لكن كما قلنا للإعلام الذي تريده. مثلا هنالك برنامج يظهر بعض الذين أجرموا بحق العراقيين، يطلب منهم أن يعترفوا على جرائم. الغريب أنك تلاحظ الذين يعترفون في اليوم التالي هم يطلق سراحهم. هنالك مقايضة تكون تمت في مرحلة من المراحل وليس في هذه المرحلة، يطلب من الذي يتهم ويظهر في الشاشة أن يعترف مقابل أن يطلق سراحه في اليوم التالي. هذا الأمر تم مع أكثر من شخصية وهم بعضهم الآن خارج العراق. هذا الأمر معناه هنالك استراتيجية، هنالك أهداف حكومية غير بريئة وغير نظيفة، ربما لتشويه أطراف معينة داخل العراق، عوائل، علماء، شيوخ، أمور أهداف استراتيجية. وبالتالي يفترض حينما نتحدث عن دعم الحكومة، هنالك دعم حكومي، وهنالك حينما تريد الحكومة مثلا على سبيل المثال استهداف شخصية موجودة في داخل العملية السياسية، هنالك يتم توجيه القناة الفلانية التابعة لفلان من المسؤولين، ونلاحظ أن برامج تلك القناة أو الوسيلة الإعلامية تركز على فلان، حتى المتابع العراقي يعلم حينها أن هنالك حملة على فلان من قبل فلان. وبالتالي هنالك متاجرات، هنالك عمل غير نظيف، غير نقي، غير أخلاقي يحاول به هؤلاء عبر الإعلام الذي يفترض أن يكون موضوعيا وبعيدا عن هذه المزايدات، يحاولون به تحقيق مكاسب شخصية. هنالك مثلا تابعت أحد المواقع نشر خبرا عن فلان، نعم، لم يوافق على حذف الخبر إلا مقابل 100,000 دولار. أين الموضوعية؟ أين الأخلاق؟ هؤلاء أنا أعتقد حتى اللص الذي يسرق في الليل أشرف من هؤلاء، نعم، لأن هؤلاء يتاجرون بالقضية العراقية لتحقيق مكاسب شخصية وعائلية، وهذا الأمر حقيقة مخجل. وربما سنرى المزيد من هذه الأساليب غير أخلاقية مع اقتراب الانتخابات، وهذا الأمر لاحظناه في الانتخابات الماضية. أستاذ عبد الرحيم، لكل مهنة في العالم لها كليات وجامعات تدرس تلك المهنة وتعلم الطلاب مبادئ تلك المهنة ومفاهيم تلك المهنة كي يكونوا لامعين وناجحين في المستقبل في حياتهم المهنية. لماذا فشلت كليات الإعلام في العراق في إيصال مفهوم الإعلام والصحافة بطريقتها الصحيحة إلى الإعلاميين الموجودين اليوم، وانهارت هذه الكليات بشكل كلي؟ كليات الإعلام
تتبع سياسة وزارة التعليم العالي وتتبع سياسة الدولة، وما دامت الدولة من رأسها وكل مفاصلها القيادية المتحكمة لا تعمل من أجل مصلحة البلد والشعب، بل من أجل مصالحها الشخصية ومصالح البلدان التي نصبتها وأجلستها على سدة الحكم لتحقق أطماعها في استهداف العراق واستنزاف موارده وتعطيل طاقاته وتجهيل شعبه وتجويعه ليصل مرحلة الخضوع والاستكانة لمخططاتهم الطامعة الخبيثة. والوسيلة الناجعة في وصولهم لهذا هو بتدمير التعليم وتسطيح رسالة الإعلام. فالشعب الجاهل والمغيب وعيه من وسائل إعلامية مدسوسة وتنخر في عقله ليل نهار كالسوسة، من السهل إخضاعه وتقود نفوسه. وهذه هي سيدي خطة خبيثة مدروسة لا أعتقد أنها تخفى على أحد. نعم دكتور جاسم، حكومات ما بعد الاحتلال ما أن ترى قناة إعلامية أو صحيفة يومية أو أسبوعية أو شهرية تحاول كشف الحقائق إلى الناس مثل ما هي دون تزويق أو عملي بالعراق نقول تحط بهارات عليها، تسارع هذه الحكومة لغلق هذه الصحيفة أو القناة بسرعة خيالية، لماذا؟ أنا أعتقد أن هؤلاء يضربون أنفسهم قبل أن يضربون تلك الوسيلة الإعلامية. يفترض بالمسؤول الناجح بالمسؤول المحترم أن يحترم رأي الشعب، أن يحترم رأي الجماهير، أن يحترم حتى المخالفين، وبالتالي ثقافة قبول الآخر هذه ثقافة يفترض أن تكون موجودة يعني لدى أي مسؤول يحاول أن يكون ناجحا. وبالتالي هؤلاء أظن أنهم يضربون أنفسهم ولا يضربون الصحيفة الإعلامية. هم لا يستطيعون أن يسكتوا الأصوات الحرة. اليوم هنالك مواقع التواصل الاجتماعي، هنالك الموبايلات، هنالك الإنترنت، هنالك الكثير من الوسائل يمكن عبرها أن يوصل الإعلامي والمواطن والمظلوم، يمكن أن يوصل صوته إلى 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 العالم. أما محاولة إسكات هؤلاء فأعتقد أن هذا هو نوع من الهروب نحو الأمام. يفترض بالحكومة إن كانت عاقلة وواعية وحكيمة يفترض أن تدرس ما يقال عنها. ربما هنالك من يكذب على الحكومة، وبالتالي في هذه الحالة يمكن أن ترمي هذه الأكاذيب في سلة المهملات. أما إن كانت الأقاويل أو الأخبار حقيقية يفترض بهذه الحكومة أن تتابع هذه الأخبار وتذهب من أجل تحسين صورتها أمام الشعب. أما أنك كل من يقول لك على عينك حاجب كما يقول المثل هو معارض لك، فهذا أعتقد جنون سياسي. هؤلاء ينحرون أنفسهم، وبالتالي أعتقد أن القضية قضية نحر للنفس وللحزب وللكتلة السياسية قبل أن تكون تكميم للأفواه. هنالك نوع من عدم وجود الحكمة السياسية في التعامل مع المعارضين، وإلا يفترض أن تقبل حكومة هذه الأصوات المعارضة إن كانت هذه الأصوات تنقل يعني معاناة المواطن وتنقل حقيقة دون رتوش. حينما ينقل لك إعلامي معين أن الضابط الفلاني في دائرة مكافحة الإرهاب في المدينة الفلانية قد قتل أحد المعتقلين في داخل الزنزانة، يفترض بي أنا كمسؤول مثلا وزير الداخلية أو رئيس وزراء باعتبار قائد عام للقوات المسلحة ينبغي أن أفرح لهذا الخبر، ذلك لأن هنالك عيون لي مجانية استطاعت أن تنقل لي الحقيقة. حينها أفتح تحقيقا في الحادث، فإن كان هذا الأمر صحيحا يفترض بي كمسؤول محترم أن أكرم هذا الإعلامي، ثم قبل ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة. بعدها أجد أنني قد حققت مكاسب انتخابية دون اللجوء إلى التزوير وإلى خداع الجماهير. إذن كما قلت في البداية هم ينحرون أنفسهم وينحرون أحزابهم وكتلهم قبل أن ينحروا الوسيلة الإعلامية. أستاذ عبد الرحيم، هل تؤمنون بوجود إعلام محايد اليوم في العراق؟ داخل العراق لا،
لا يوجد إعلام محايد داخل العراق بعد الاحتلال بالمطلق لا يوجد، ولست متجنيا أو مجافيا للحق في هذا القول. حتى المحطات الإعلامية التي كان العالم ينظر لها على أنها حيادية أثبتت الأيام انحيازها لمخططات المحتلين الطامعين، واضح هذا من خلال تناولها السطحي والمخادع لقضايا العراق وعرضها الانتقائي لما يحصل فيه. بل صار معظم الإعلاميين الأجانب ينؤون بأنفسهم عن المجيء إلى بلد فيه خطر على الصحفيين الصادقين المحايدين، فما أسهل أن يختطفه أزلام الحكومة بذريعة اختطافه من قبل العصابات الإجرامية. فلا سبيل أمامه، والحالة هذه إلا الرضوخ لإملاءات سياسة السلطة ومغرياتها، فتضيع منه الحيادية ويغادره الصدق. لذا صار لزاما على الإعلام العراقي المحايد الابتعاد عن الوطن والتغرب في المنافي ليقول كلمة الحق دون خوف من تعذيب أو تغييب عن الحياة. نعم دكتور جاسم، بحسب الدستور العراقي الملغوم الذي يتشبث به ساسة العراق، هذا الدستور يكفل حرية التعبير عن الرأي، يكفل حرية التظاهر السلمي في العراق، لكن هاتان النقطتان حسب إجراءات الحكومة غير مكفولتان، لماذا؟ ولا يعد هذا خرقا دستوريا؟ نعم، لو ذهبنا إلى قضية المظاهرات، المظاهرات التي خرجت في نهاية عام 2012 وامتدت إلى عام 2013 والتي اتهمتها الحكومة أنها مظاهرات إرهابية ومظاهرات يعني كانت لبداية تمرد حقيقي، ورأينا أن رئيس الحكومة السابق قد تعامل معها باستخفاف وسخرية. بالمقابل هنالك مظاهرات خرجت في بغداد، والمظاهرات الأولى استخدمت معها الحكومة القوة والنار المظاهرات الثانية دخلوا إلى داخل منطقة الخضراء، ورأينا كيف أن الحكومة تعاملت بشفافية مع هؤلاء على اعتبار أنهم جزء من العملية السياسية. حتى هنالك النواب ضربوا في هذه التظاهرات التي دخلت مجلس النواب. هذا ليس إرهابا، أما الأول فهو إرهاب. أين المصداقية؟ أين أنا كمواطن عراقي كيف يمكن أن أنظر إلى أن هذه الحكومة هي حكومة ليست طائفية؟ أنا أرى أن الحكومة ليست طائفية حينما تعامل المواطن في البصرة والموصل و ذي قار والأنبار وديالة وفي كل مكان على أنه مواطن بغض النظر عن دينه، عن مذهبه، عن معتقده، عن فكره. هذه هي الحكومة التي نريد. أما أن الحكومة تكون تتعامل معي وفقا لديني ومذهبي ومعتقدي، فهذه ليست حكومة لكل عراقيين، وإنما هي حكومة لطائفة معينة، حتى وإن غردت ليلا ونهارا على أنها حكومة لكل عراقيين، لأن الأفعال هي التي تثبت أن هذه الحكومة لكل عراقيين أم لجزء من الشعب العراقي. هذا الأمر نفسه يذهب إلى الإعلام، وبالتالي هنالك بعض الوسائل الإعلامية التابعة لأحزاب في داخل بغداد اليوم تتكلم بحقائق لا يمكن حتى لأي وسيلة إعلامية في الخارج أن تتحدث بها، وهؤلاء مدعومون من قبل أطراف مشاركة في العملية السياسية، وهؤلاء أيضا تغض الحكومة الطرف عنهم. هذه هي الإشكالية. الإشكالية الحكومة تنظر لأطراف معينة على أنهم يحق لهم أن يقولوا ما يشاءون، وأطراف معينة لا يحق لهم أن يقولوا أي شيء، وأطراف أخرى يحق لها أن تتظاهر، وبالمقابل هنالك أطراف لا يحق لها أن تتظاهر. أين أرضية المصالحة التي يريدون؟ أنا أقبل بالمصالحة حينما أجد أن الحكومة لا تفرق بين العراقيين، أما أن نكون انتهاء سياسة الكيل بمكيال متلونة وتكيل بأكثر من مكيال، فهذا الأمر حقيقة لا يمكن أن يكون أرضية حقيقية لانطلاقة نحو عراق جامع لكل المواطنين. أستاذ عبد الرحيم، هنالك اليوم ممارسات حكومية بحق الصحفيين كثيرة، إذا أردنا أن نذكرها لن يسع البرنامج لها، كيف تعلقون عليها؟ سيدي، عمدت الحكومة ومنذ ظهور الاحتجاجات العراقية بالساحات عندما بدأت ثورات ما يسمى بالربيع العربي عام 2011، عمدت لقمع الصحفيين العراقيين والتنكيل بهم وتعريضهم لأشد أنواع التعامل القاسي وإسماعهم العبارات النابية والإهانات،
واتهامهم بالتخوين والعمالة. نعم. كما حصل للإعلامي هادي المهدي يرحمه الله، بل زادت على ذلك بقيامها بقتله بدم بارد في شقته ببغداد. واليوم رأيت تصريح للنائب صباح اللامي أعتقد، نعم، النائب معمم، يتهم فيه المالكي بقيامه باغتياله عبر مسدس الكاتل. هذا الإجرام له سوابق مؤلمة، فقضية اغتيال الإعلامية العراقية أطوار بهجت يرحمها الله حصلت قبل ذلك بخمس سنوات من ذلك التاريخ، نعم، بسبب كشفها لجريمة تفجير القبتين للإمامين العسكريين في سامراء عام 2006 وفضحها المجرمين الحقيقيين المنفذين لها، أدى لقتلها بدم بارد. وظهرت تقارير مؤخرا تفيد أن قاسم سليماني قد قام بنفسه بقتلها وبمسدسه الشخصي كي لا تفضح دور المخابرات الإيرانية هي التي قامت بجريمة تفجير القبتين لتشعل حربا طائفية راح ضحيتها المئات إن لم يكن الآلاف من العراقيين الأبرياء. واتهم بالتفجير كما تتذكرون وباغتيال أطوار بهجة وقتها اتهمت القاعدة، رغم أن القاعدة كانت قد سيطرت فعلا على سامراء ولمدة طويلة ولم تفجر القبتين والمدينة تحت قبضتها، فكيف تقوم بهذا بعد أن حررتها القوات الحكومية وتولت بنفسها حماية المرقدين؟ نعم دكتور جاسم، هل سنشهد تطورا في القطاع الإعلامي والصحفي في العراق ونجد جانب حرية التعبير مكفول بطريقة صحيحة فيما يخص هذا الأمر، خصوصا فيما يخص انتقاد الحكومة ولسياساتها وللسياسيين؟ كأقرب مثال لنا لبنان مثلا، بالأمس رأيت تصريح حقر فيه وزير كونها دخل إلى وزارة وكسر كرسيين في الوزارة. ربما يمكن أن نقول هنالك بعض، يمكن نقول خطوة بسيطة للأمام في هذا الاتجاه، لكن هل هذا هو المطلوب؟ مؤكد لا. هنالك ربما بصيص أمل، نحن نأمل أن تتغير أوضاع نحو الأفضل، لكن هل الظروف المتوفرة اليوم قادرة على نقل العراق إلى هذه المرحلة التي نأملها؟ أنا أعتقد أن الظروف غير مواتية، ذلك لاستمرار وجود الحزبية والشخصية والفئوية والعائلية في إطار عملية سياسية. حينما نتخلص من هذه الأوبئة نجد أن المسؤول في تلك اللحظة سيطلب من جميع الوكالات والصحافة ووسائل الإعلام أن تتحدث بما تشاء لأنه واثق من نفسه. أما حينما يكون المسؤول سارقا وفاسدا و هذه الآفات في المسؤول تجعله حريصا على أن يكمم أفواه الإعلاميين، وإلا لو كان حرا نزيها وغير سارق لا يهمه أن يتكلم الإعلام بأي شيء. لكن المشكلة اليوم كما ذكر مشعان الجبوري هنالك يقول جميعنا أخذنا رشاوة، وبالتالي من لم يأخذ فهو إما جبان وإما ساكت. هذا الأمر حقيقة مؤشر خطير على أن هنالك خرابا في طوليا في العملية السياسية في العراق، وبالتالي هؤلاء حريصون على أن لا تنكشف هذه الفضائح على الإعلام حتى تبقى صورهم لامعة أمام الجمهور العراقي، يؤملون أو يتأملون أن يفوزوا ثانية في الانتخابات المقبلة. نعم أستاذ عبد الرحيم، بدقيقة واحدة أدركنا الوقت، هنالك اليوم الكثير من القنوات الفضائية التي أغلقت وكممت أفواهها كما يقال وتعرضت لمضايقات حكومية، واحدة من تلك القنوات قناة الرافدين التي نخرج عليها اليوم، برأيكم لماذا هذه المضايقات ولماذا هذه الإغلاقات المتكررة؟ سيدي، كل صوت حر مقاوم لمخططات المحتلين وأعوانهم ترى الحكومة وجوب مضايقته، بل إسكاته وتغييب صاحبه إن اقتضى الأمر تغييبه من الحياة. وقناة تدافع عن الهم العراقي وتكشف جرائم الإبادة والتهجير التي يتعرض لها الشعب العراقي بمختلف طوائفه ومكوناته، وتعرض للعالم مدى التخلف والخراب الذي أصاب البلاد
والاضطهاد الذي طال العباد. قناة تجعل همها كل هذا مثل قناتكم المجاهدة المناضلة، لابد أن تقوم الحكومة الطائفية العميلة بمضايقتها ومطاردة العاملين عليها، بل التضييق عليها ومحاولة إسكاتها، ولو بشراء ذمم أصحاب الشركات المالكة لحقوق البث ومطاردتها عبر الدول المنافي واللجوء. فالصوت الإعلامي الحر لقناة الرافدين الفضائية يزعج الحكومة المحكومة ويفضح جرائمها وممارساتها. لابد يتعرض لأشد أنواع المضايقات الحكومية ولمحاولة تكميم فمها. ومع كل هذا تبقى الرافدين الأكثر انتماء وصدقا لبلاد الرافدين. الصحفي والتربوي العراقي الأستاذ عبد الرحيم هويدي، كنت معنا في حوار سياسي، شكرا جزيلا لك. باختصار شديد، القوانين الدولية فيما يخص حرية التعبير لماذا لا تفعل في العراق؟ أنا لا أعول كثيرا على هذه القوانين، أنا أعول على أمر آخر. أين هو الضمير الوطني؟ أين هي ضمير المسؤول العراقي الذي يفترض أن يكون لكل عراقيين؟ يفترض بهؤلاء أن يكون يمتلك ذرة من الضمير، ذرة من الدين، ذرة من الأخلاق، ولا يسعوا لإيذاء الإعلاميين ولا غيرهم. وبالتالي يفترض أن نسعى من أجل بناء العراق بناء حقيقيا بعيدا عن القتل والتشريد والإرهاب الذي لا يوجد له أي مبرر أخلاقي ولا قانوني. الكاتب والمحلل السياسي الدكتور جاسم الشمري، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. في الختام مشاهدينا الكرام، الغاية القصوى من كفاح الإنسانية هي امتلاك الحرية، بما تعنيه الحرية من قدرة الإنسان على تحقيق الذات البشرية عبر سيطرة البشر على حاضرهم ومستقبلهم وعلى ما يدور حولهم في الطبيعة والحياة. أساس الحضارة الحديثة كانت مجموعة الحريات التي أعتقت البشرية من ظلام القرون الوسطى وقيودها المانعة لممارسة الناس لحرياتهم. ساد العلم والعقل والقانون الذي لا يفرق في الحقوق بين حاكم ومحكوم. كسرت تلك القيود التي فصلت المجتمع الحديث عن المجتمع القديم. لولا حرية التعبير والاحتجاج والتظاهر لما كان العصر الحديث. عراقنا اليوم حق التعبير فيه مكبل والأفواه تكمم. وعلى أمل اللقاء بكم من جديد في يوم الأربعاء المقبل وفي حلقة جديدة. تقبلوا مني أنا محدثكم أفل الصقر أطيب التحيات والأمنيات، ومن كادر البرنامج من خلف الكاميرا، في أمان الله.